السلام عليكم. سعيدة جدا بحضوركم الليلة. طبعا أغلبكم يعرفوني زين وتعرفون سبب وجودي هنا. أنا بمساعدتكم أتمنى أني أدخل المجلس البلدي. دكتورة، ونفهم التحديات اللي تواجهكم، لكن إلى الآن ما في أي مبرر طارئ أن نخصص ميزانية لتمويل المشروع. جيب لي دكتور رجال، لا تقربني في عيوني. أبو الريوم وش بسوي؟ سمع دحمي. لازم نقول لأبوي يمكن فهمها ويعقلها. أبوي مجنون زيها. صوتوا لي، أنا الدكتورة مريم الصفا. حتى ولا فخر الدنيا إلى حقوني. ما بيسمع. ترى مقطعك انتشر في الواتس والكل قام يتداوله. طبعا في كثير من المواضيع يعني، وانت كامرأة اكيد انها تثير اهتمامك. صحيح، انا طبيبة. و مثل وضع الحدائق، ملاعب للاطفال. انا فخورة فيه في اللي تسوينا. ابي اشكرك انك بتساعدني اليوم. ولا يهمك، ما سويت شيء. علاقات من ورانا. اقدر الحين اسوي مواقف العيادة. عاد لا اوصيكم، احتاج صوتكم، لأنه بصراحة ما أبي أدخل نفسي في هالأمور. أقول لك ما نبغى نساء، ونحن منتخبين نساء، المرأة مكانها بالبيت. تعبت سايرهم، خليهم يعرفون مع من يتعاملون. أول مرة في حياتي أحس إني شيء. هلا هلا بمرشحتنا المغوارة.